تنظيف دائرة المشاعر هذه واحدة من المواد اللي موجودة. اي صح اكس، نسيت ان اسمها اكس. اللي موجودة هذا الشهر، وهي من المواد اللي مرة 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 يعني ما هو وناسة، لأنه فيها ألم بس يعني خفيفة صراحة مقارنة بمواد التنظيف الثانية، أعتبرها خفيفة واضحة ومختصرة ومركزة. طيب خليني أشرح لك الحين الشعور عشان يخلص، عشان يعني مثلا يعبر، عشان يعبر هو يمر بدائرة، حتى يعبر الشعور هو يمر بدائرة. أول مرة يصير الشيء، بعدين هالحين نجيك عندي صوتي. أول مرة يصير الشيء، يعني يصير الحدث، الحدث هذا يؤدي إلى أنه أنت في النهاية تخاف أو تغضب أو يعني يكون عندك ردة فعل. فلما يصير الحدث، خلينا نقول حدث ألف، المفروض أنه أنت تخاف باء، بعدين تهج جيم. طيب يعني يصير في تسلسل معين للشعور، بحيث أنه جاء الأسد، خفت، هجيت، حطيت رجلي وهجيت. طيب بعدين خلاص انا اصير مطمن انه واو انه الاسد جاء، انا خفت، هجيت. وين المشكله اللي احنا متورطين فيها في دائره المشاعر؟ انه لما الاسد يجي وانا خفت بس ما هجيت، لانه يمكن كانت إمكانياتي في الهجة يعني ضعيفة، يمكن ما كنت أقدر أركض، يمكن قفلوا علي الباب أنا والأسد. طيب فدارت الدنيا، طلعنا من الأسد وخلصت سالفة الأسد ودارت الدنيا، وصرت أنا طول الوقت خايف. ليه؟ لأنه أنا ما زلت ما هجيت من الأسد، أنا ما زلت ما هجيت من الأسد، مو كان المفروض إني أهج؟ هذا كان المفروض، يعني التسلسل الطبيعي للشعور كان المفروض إني أهج بس ما هجيت. خلنا أقول مثال ثاني، مثال واقعي. طيب مثال واقعي، نقول مثلا شخص تعرض لي تحرش أو اغتصاب، أنا نقول تحرش، ما نبغى نكون قاسي، نقول تحرش. لما تعرضت، كنت طفل، أنت تعرضت للتحرش، لما تعرضت للتحرش يعني في حدود تم اجتيازها، في شيء تم الاعتداء عليك، في تحس إنه أنت يعني شيء يقهر، شيء صار، فصار الفعل. فالآن المفروض عشان يقفل الشعور انك انت تصفق الشخص اللي تحرش فيك، صح؟ انك يعني تشيل عليه كذا اقرب شكله، انت يا حيوان يا حدا تلمسني، عرفت؟ يعني الشعور الطبيعي، انسان طبيعي، بس ما سويت كذا انت، فالشعور ما قفل، دائرة الشعور ما اكتملت. فالمفروض الطبيعي مدام انا غضبت لحظتها وكان في اعتداء علي او تعدي على الحدود، اني ادافع، اقاتل، اصفق فلان، اقول له كلام جارح، اتكلم عرفتوا الشعور الشخص الغاضب؟ بس ما صار. طيب الان الفعل صار بس ردة الفعل ما صارت، الفعل اللي هو التحرش صار بس ردة الفعل ما صارت. فأنا غاضب لأنه تم التحرش، أنا غاضب. فيخلص الموقف، راح الموقف، كبرت أنا، صار عمري أكثر سنة، أكثر سنتين أكثر، فأنا
ما سواء تذكرت الحدث او ما انا ما زلت غاضب انا ما زلت غاضب انا ما زلت غاضب. فيجي واحد من اصدقائي يكلمني اقول يا اللي فيك واللي ما فيك، اركب السياره يصير شويه زحمه افتح الشباك واصرخ على العالم كلهم وازقهم كلهم واضاربهم كلهم، مع انهم هم ما تحرشوا فيني يعني. مع انهم ما تحرش فيني هذاك زمان الموقف القديم، بس دائرة الشعور ما انقفلت. فالشعور عشان يعبر لازم ينقفل. فانت فتلقى الان ايش الواقع ايش المجتمع، المجتمع انه في ناس خائفة من اشياء ما تخوف، والله في ناس خائفة من اشياء لا تخيف ما تخوف، يخافون يعني. يعني مثلا من الاشياء العجيبه اللي يخافون الناس لما يكتمل القمر يقولك اوه بوابه المدري ايش، يخافون من اكتمال القمر. لما مثلا يعني يصير تاريخ معين او مميز يخافون من التاريخ، يخافون من اشياء ما تخوف اصلا، هي لا تستدعي الخوف يعني، هي مجرد افكار الناس يتداولونها، ما في شيء مخيف. او مثلا يقول اوه ناسا تقول انه بكره الارض ما ادري ايش بيصير، يخافون فكره يعني. واحد من العلماء طرح فكره، طرح فكره الجني يقولون انه في جني وما ادري، وبعدين تقعد تسمع قصه الجني وتتابع اوه الجني، يبدا قلبك يضرب، تبدا ترتبك، تبدا تنتبه تتلفت وراك وتشيك على الامور، وتبدا تنام بالليل وانت خايف، وتبدا يعني تفتح اللمبه ما انت خايف، بس طبعا ما في جني ولا في شيء ولا الموضوع، بس الموضوع قديم انك انت من زمان وانت خايف، من زمان من زمان من زمان من زمان، من يوم صار الفعل بالاول، بس انت ما قفلت الدائره، انت ما خفت بوقتها ولا سويت الشيء اللي المفروض تسويه. يعني كثير ناس تشوفهم خايفين ما ادري ليش، تقول له اطلع على المسرح قل كلمه شكر ولا كلمه تقدير، خايف ما يعني كلنا أصدقائك ترى ما عندنا شيء، بس هو خايف لأن القصة ما زالت تشتغل 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 تشتغل، نبغى نخلص، نبغى نقفل دائرة الشعور، نبغى الشعور يعبر. أو الشخص مثلا يتعرض لتحرش، أو ضربوه أصدقاء أو هو طفل فبالتالي يتعرض لاعتداء، هو ما دافع عن نفسه وقتها لحظتها، ما دافع عن نفسه، ما قاتل ما قاتل. فأنا انجلدت في المدرسة فما حد قاتلني، وش أسوي؟ أقاتل الناس كلهم، لأنه اللاوعي يقول لي يلا قاتل قاتل قاتل، هذا هو الصح، هذا هو الصح، لأن الشعور يبغى يطلع بس ما هو طالع صح. فتلقى الناس غاضبين ما أدري ليش، مرات تتكلم واحد تقول له صباح الخير يقولك صباح الزفت، تقعد تفكر تقول وش مسوي، وش أنا مزعلة فيه، وش السالفة، ليش؟ تلقى اشخاص مبوزين طول الوقت، زعلانين غاضبين، تقعد تفتش انت في نفسك تتساءل انا وش سويت، انا وش انا اخطيت فيه، وانا وانت مالك دخل يا بابا في الموضوع، والله والله مالك دخل، هو البزر اللي كان معاه في المدرسه هو ما جلده واخذ حقه وانتهت القصه، او ابوه اللي ضربه هو ما خلص القصه، او الشخص اللي تحرش فيه هو ما خلص، انت مالك دخل. بس تلقى امم غاضبه، تلقى شخص فاتح حساب عشان يتنمر على الناس، تقول لي طيب ليه؟ يمكن بياخذ فلوس، برضو ما ياخذ فلوس، طب ليه؟ طب وش قاعد يسوي؟ يعني وش المبررات؟ غاضب غاضب يا بابا، ترى مو احنا اللي جلدناكم وانت صغير، والله في ناس كثير ابغى اقول لهم ترى انا ما جلدتكم وانتم صغار، ما ضربتكم ولا جلدتكم ولا اهنتكم ولا اعتديت عليكم ولا سويت لكم ولا شيء، لم اكن موجوده في طفولتك باختصار. فأنت مضيع الدايركشن، مضيع، تحسب إنه أوه بس هو الشعور قاعد يشتغل 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 يشتغل، فهو ما يدري وين يوجه القصة. فأنت تقابل ناس خائفين مو لأنه في شيء يخوف، غاضبين مو لأنه القصة مغلبة، صدقني مرات أشياء تافهة تصير، تافهة جدا ما تستاهل الغضب، يغضبون يغضبون مرة مرة، يعصبون، تحس انه يا الله، تحس انك ذبح احد النهلة، ابدا عادي الموضوع، مجرد انه هو قصة في الطفولة، ما بس حاليا ما صار،
ما صار شيء، وقس على ذلك خوف غضب تدري في ناس هالحين يعني تقريبا يختفون عن الحياة، أو شو راح أقول ما يقابلون أحد، مختفين عن القصة، مرة ما يقابلون أحد، قاعدين في الغرفة ومقفلين أنفسهم، يعني نقول يمكن عزلة، يمكن شهر، يمكن شهرين، يمكن سنة، يمكن سنة، لا طوال صار لهم 10 سنوات مقفلين على نفسهم الغرفة. تخيل 10 سنوات مقفلين على نفسهم الغرفة، ليه؟ ما زالوا في العار، من زمان هم في العار. فأول شيء إحنا نبغى نفهم اليوم إنك أنت لا تأخذ الأمور بطريقة شخصية، عرفت؟ يعني لما أحد مثلا يسبك أو يشتمك أو يقلب عليك، ما أقول لك إنك خلي الناس يعني تدعس عليك، لا طبعاً، بس أقصد يعني لا تأخذ الموضوع بطريقة شخصية، يعني ترى الموضوع هو جوا ما هو برا، بالنسبة للشخص اللي يعني ممكن تلقاه غاضب عليك، مديرك في العمل لما يعصبك، ترى مو بالضرورة انه انت يعني غلطان، ترى حتى مديرك يعني هو قاعد يعني يسوي حل مع قصة قديمة مرة، بس مو مفهم. فأول شيء يعني لا تأخذ الأمور بطريقة شخصية. الشيء الثاني لا تستغرب انه الناس تتصرف سلوكيات ما هي مطابقة مع الفعل اللي قاعد يصير، يعني تصير سالفة يعني واحد يطلع بفكرة مثلا في السوشيال ميديا تلقى الناس انهزوا، تقول والله يا سهولة انه الناس ينهزون، ايه بس هم انهزوا ليه؟ يعني انتبه انه الناس مو بالضرورة تكون ردة فعلها مطابقة للحدث، انه مرات ردة فعلهم ما هي مطابقة للحدث، تتصور انه يعني المفروض الخوف قد كذا، اوه ماي جاد دكتور خالد وينك؟ زمان شرفتني، شكرا على هدية، هذا وشو مبنى ولا وشو؟ ما انتبهت. اوه ماي جاد محمد يقول طقاقة جت وانكسر كعبها عند الباب وعصبت علينا كلنا. بالضبط ودك تقولها ترى احنا ما لنا دخل، يعني اذا انكسر كعب ترى احنا ما لنا دخل، وترى حتى الكعب ما له دخل برضو، يعني الكعب ما يستحق كل هلا، يمكنها خربت الليلة. اوه ماي جاد بالضبط، هذه السوالف اللي تصير طول الوقت. فانت يعني جزء من المشاعر اللي احنا نحرقها كل يوم ان احنا نهتم لآلم الاخرين ونعتقد انه احنا السبب واحنا اللي يعني ضايقناهم واحنا ازعجناهم، بينما في الحقيقه انت لا ازعجتهم ولا يعني ما سويت شيء يعني ما راح الموضوع لهالمرحله يعني. فانت عندك دور انك انت تفهم القصه وتفهم الواقع، تفهم الناس شلون عايشين، وتفهم نفسك برضه، تفهم نفسك برضه. انا يوم من الايام كان اي مرض يجيني مهما كان بسيط أدخل في حالة من الفزع، ليه؟ لأنها قصة قديمة كانت تحتاج شعور، كانت تحتاج أداء معين، بس ما سويت الأداء في ذلك الوقت. فأنت عليك أنك أنت تراقب نفسك وتلاحظ أنت معصب، أوه ليش معصب؟ وش القصة؟ ما هو الآن، لا صدقني ما هي أمس صارت، ما هي أمس، القصة ورا 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 مرة ورا، وانت قاعد تحوس فيها خايف، ما القصة ما هي أمس، القصة قديمة مرة، هذيك القصة هي اللي بننظفها، هذيك القصة هي اللي بننظفها وبنشتغل عليها وبنقفل شعورها. طبعا الألم برضو أكبر انه هذيك القصة القديمة اللي هي قصتي التحرش، قصة الأسد، قصة الغضب القديمة مرة، إنها سوت سلسلة كارما، يعني سوت أشياء كثير، يعني أنا الآن راكب السيارة وعصبت على الناس وتضاربت معاهم وسببت ألم إضافي، عرفت شلون؟ يعني جمعت ألم إضافي كله ما كان له داعي أصلا، كل الألم اللي أنا سويته ما كان له داعي، بس سويته بطريقة موهومة إنه أنا غاضب من الأشخاص هذولا وأنا غاضب من القصة هذه.
ترى الموضوع مثير للمرات للضحك. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني اشوف واحد غاضب على زوجته، طيب جدا غاضب عليها ويهينها و ومين اللي عزز له القصة هذه؟ أمه. بينما في الحقيقة هو مو غاضب على زوجته، هو غاضب على أمه. تخيل أحد يقول له هالمعلومة، فهمت شلون؟ يعني أمه جلدته وهو صغير لما قال آمين، فهو تم انتهاكه يعني، وكان غاضب يعني. فالآن هو غاضب على زوجته فيحط عليها، والأم يعني من الجمهور اللي يصفقون وكذا. فتخيل إنه مرة وجهه هنا والقصة هنا، مرة يعني ضحك السالفة. يعني أنت قاعد تضرب في بنت الناس اللي مسكينة لا سوت ولا شيء يستدعي الغضب اللي أنت، بينما القصة هناك ترى. غريب صح؟ غريب، مرة غريب، مرة غريب. عشان كذا أنا أقول مرات بعد أنت لازم تنتبه للأشخاص اللي يدخلون حياتك. وأنا كنت في وقت من أوقات حياتي عادي يعني يقول أيه أوكي غضب على نفسه، أي يعني خايف خوف على نفسه، أي يشعر على نفسه. بس في أشياء لا، هو ما ينتبه الشخص في النهاية، يحط حرته عليك في النهاية. هو ما مو فاهم، هو مو فاهم، اللاوعي يديره مو فاهم، فجأة يفصل عليك. شلون تفهم؟ تقول يا بابا تعال خلنا نرجع للطفولة، مو وقت، انت سويت كذا كذا، شيء تافه سخيف كذا. فالناس الناس الخلط، الناس الخلط. عموما انت اهم شيء انك انت تنتبه للنمط العام اللي قاعد يصير قدام الناس، وتنتبه لنفسك انه هذه القصص ما المفروض انها تبقى. يعني ليش تبهدل طول حياتي انها قاعدة؟ وانا انتبه، أنا أنتبه، أنا معصب على فلان وخايف من قصة تافهة، لا أنا خايف من قصة قديمة، أنا غاضب على فلان دي زمان، هذا المهم إني أنا أدرك. أنا أرتجف لو أقدم بحث، خلنا نأخذ أسئلة. إيه مثل كذا، يعني تقول هل البحث يخوف؟ لا طبعا ما يخوف البحث، يعني تقدم برزنتيشن ما تخوف السالفة. بس وش السالفة اللي دخلتك في هذه السالفة اللي ما خلصت، الدائرة اللي ما خلصت؟